جيرمان شيبر على السلاح، وشلون طريقة الشراسة، وشلون طريقة التدريب على الرماية يكون ما يخاف من عدد. وهذا الليش بعدة مسكات، يعني هاي الصدرية نستخدمها للشراسة، وأغلبية المربين يستخدمها للشارة، فإحنا نستخدمها للشراسة، بنفس الوقت نستخدمها للكيناي لتتبع الآثار والمتفجرات. فهاي كل شغلة شراسة، بس إذا تريد تسيطر على الحيوان بهاي الخناقة بالتشوكشنك تسيطر عليه. هسه هاي الطوق اكو بي شغله اني سويتها اخترعتها للتدريب مال الشراسه. اجي هاي اخليه هيجي اصير فوق الحيوان، هذه نفس الحلقه اصير هالشكل، وانا اصير فوقه اصير هيجي من هنا مثل عادي تتحرك زاويه تكون حلوه تبع عليه. هسه هاي اقدر اني اشجع الحيوان وبنفس الوقت اشتغل ويا شراسه. هي يا حمودي، وهذا بطل بسيط، الغرض من عنده يكون بحصى، حصى على مود يسابين نار في ذات الحيوان. اوكي بدي من التدريب. هذا تدريب الحيوان جيرمان شيبر على الشراسة، شلون يكون؟ اوكي حاضر.